لا يكاد يخلو أي منتوج غذائي مصنع من السكريات بمختلف أنواعها، فالحلويات، المشروبات، الياورت وحتى الصلصات تحتوي على نسب متفاوتة من السكر، أحياناً تكون حسب المعايير وأحياناً أخرى تتجاوز النسب المسموح بها، وهو الأمر الذي يجهله غالبية الجزائريين. En fait, je ne contrôle pas parce que je les prends pas. Parce que j'ai remarqué qu'ils sont trop sucrés. C'est vrai que ça attire, que les gens aiment bien nos yaourts et tout, aussi bien les jus que les yaourts, mais en fait ils sont trop sucrés. Je crois qu'ils dépassent la norme. J'ai pas besoin de contrôler pour ça. Les belles et belles. Pratiquement tous les jus, les laitages, les yaourts, etc. Il y a trop de sucre à l'intérieur et ça cause un gros problème de santé, diabète, surpoids. وفي هذا السياق عمدت وزارات عديدة على رأسها وزارة التجارة إلى تصدير برنامج لحماية المستهلك من خلال إلزام المنتجين بتحديد نسبة السكر في منتوجاتهم. لاحظنا باللي كاين 12% في المنتوج سكريات، ما نساوش باللي كاين سكر طبيعي في الألبان اللي هو اللاكتوز. حددنا وخفضنا هذه النسبة إلى 8%. كما قمنا في السابق بتخفيض نسبة السكر في واحد المواد كما مثلا مادة البن القهوة، واللي اليوم راهي يعني تشكل نوعا ما اهتمام الصحف واهتمام المستهلك، وقلصناها إلى 3%. الوقاية خير من العلاج، حكمة يحفظها الجميع، لكن الغالبية لا يعملون بها عند اقتناء المواد الغذائية، خاصة في الجزئية الخاصة بمراقبة بطاقات المكونات ومنها نسبة السكر.